ننطق بك للمتصدر الصحفي مناضل العرب الأبرز ونقول لنا كلمة بمناسبة وجبة اعتصام ميدان الجزائر لتصحيح المسار الثوري. طبعا أنا للأسف في بداية ثورة 17 فبراير لم أشهدها بالكامل، فمن واجبي أن أشارك أخوتي في اعتصامهم لتصحيح المسار. نحن طلبنا بالحرية وبالعدالة الاجتماعية، وقمنا بالإطاحة بكل رموز القذافي، لذا لن نرضى بوجود بقيتهم في مجلسنا الانتقالي وبقية المؤسسات التابعة للدولة. بالتالي نشكر أهالي طرابلس على وقفتهم النبيلة مع شباب بنغازي، لأن كما نعلم ليبيا واحدة لا شرقية ولا غربية. طلاب بخصوص موضوع الإعلام، نحن واحدة من مطالبنا هي إعلام حر مسؤول مستقل بعيد عن الدولة بإشراف هيئات مجتمع مدني. شنو تعطينا طبعا المشهد الإعلامي الآن يعيش حالة من الفوضى. ما نشاهده هو إعلام حزبي وإعلام تلميع أفراد تحوم حواليهم علامات استفهام. نطالب بوجود مؤسسات خاصة تحت رقابة وإشراف مؤسسات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والإعلاميين تقوم بممارسة مهامها وأدوارها المعروفة كالترفيه والإعلام والمعرفة وكل ما له علاقة بالمجتمع الليبي. أسود بتطهير باقي مؤسسات الدولة، هل الإعلام يحتاج إلى تطهير من النظام؟ طبعا هؤلاء أخطر فئة هم الإعلاميين الذين كانوا يعملون في ظل النظام، لا نقول الذين كانوا يتقاضون مرتباتهم من تلك الصحف أو المؤسسات الإعلامية، وإنما من قاموا بممارسة التزييف والتضليل والتعتيم ومارسوا إطالة من عمر القذافي من حكمه وشوهوا الكثير من المفاهيم. هؤلاء أخطر من فئة من المتسلقين، علينا أن نقوم بتطهير مؤسساتنا منهم. بارك الله فيك.